للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. يا دكتور أهلا بحضرتك. مساكي أستاذ علامة، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور، الحقيقة يعني مجلد بيوثق 6 سنوات من 2014 ل 2020 أبرز الإنجازات منذ تولي الرئيس السيسي. أبرز هذه القطاعات اللي من وجهة نظر حضرتك من خلال خبرتك أيضا في السوق المصرية التي أحدثت تغيير بالفعل على أو في الأرض؟ هو بداية خلينا نؤكد على أنه كل هذه المشروعات ما كانش ممكن ان يكتب لها النجاح الا اذا كان هناك رؤيه واضحه من جانب الدوله. وهذه الرؤيه الحقيقه بتسير في اتجاهين، الاتجاه الاول هو اصلاح الاقتصاد بشكل عام، والامر الثاني الاكثر اهميه هو التيسير من حياه المواطن. واتصور انه تم هذه المشروعات اللي تم رصدها في الانفوجراف بتسير في هذين الاتجاهين، تحسين بيئه ومناخ الاستثمار واصلاح الاقتصاد بشكل عام، والاهتمام المواطن في كل ما يحتاجه من سلع وخدمات علشان يكون مستوى المعيشة جيد وكده. الحقيقة ما كانش هذه الكمية من المشروعات يمكن أن تتم إلا إذا كانت رؤية الدولة واضحة، والدولة بكل أرجح، بمعنى أنه الرئيس شخصيا، الحكومة، مجلس التشريع أو مجلس النواب، السلطة القضائية، يعني أركان الدولة مكتملة بتدعم في اتجاه الاصلاح. واتصور ان هو ده اللي اوصل بنا انه هذا الكم من المشروعات يتحقق على ارض الواقع. والحقيقه هذه المشروعات جزء منها في البنيه الاساسيه، بنتكلم على قطاعات بالكامل اللي هي كانت بتواجه كم صعوبات بالغه، اللي هي كانت بتنعكس بشكل كبير على مناخ الاستثمار، بتنعكس بشكل كبير على عيشه المواطن. لو بنتكلم على قطاع الكهرباء، اللي هي كان الكهرباء بتنقطع بشكل مستمر ودائم على المنازل وعلى المصانع، لو بنتكلم على قطاع البترول والغاز، انبوبه البوتاجاز اللي ما كانتش موجوده، البنزين اللي ما كانش موجود في محطات الوقود، كل هذه الاستثمارات تم ضخها في قطاع الكهرباء، قطاع الطاقه بشكل عام، البترول والغاز، البنيه الاساسيه، بنتكلم على شبكه كبيره من الطرق بتيسر من حياه المواطن وبتساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، لانه ما فيش استثمار ممكن يجي علشان يخلق فرصه عمل، علشان يولد دخل ليه المواطن او العامل، علشان يطلع انتاج يحتاجه المواطن، ما فيش استثمار ممكن يجي الا اذا كان البنيه الاساسيه جيده. وهو ده الحقيقه الرؤيه اللي احنا بنتحدث عنها، انه قدر ما انفق في قطاعات بنيه اساسيه، كهرباء، طرق، صرف صحي، مياه شرب وما الى ذلك. مش بس كده، الحقيقه الدوله دخلت فيما الحقيقه لم يكن لها ان تدخل فيه، لكن كانت الدوله الحقيقه مضطره انها تدخل في قطاعات بالكامل علشان تحقق الامن القومي لمصر وتحقق الامن الغذائي للمواطن. طب في هذا الاطار يا دكتور، انا عارفه ان حضرتك عندك وجهه نظر فيما يتعلق بدخول الدوله في بعض المشاريع او بعض القطاعات الهامه جدا ودور القطاع الخاص اللي يمكن يعني هناك شكل من اشكال التقصير لو يمكن القول. متفق تماما مع هذا الامر، والحقيقه هو الدوله مش بس الحقيقه مضطره، الدوله ملتزمه امام مواطنيها وامام شعبها انها الحقيقه تدخل في هذه القطاعات، طالما انه القطاع الخاص غير قادر على تحمل مسؤوليته. وبالتالي الحقيقه الدوله دخلت في تحقيق اكتفاء ذاتي، لانه بنتكلم على مشروعات الانتاج الحيواني، الانتاج الداجني، المزارع السمكيه، قدر الصوب الزراعيه اللي تم انشائها، كل ده الحقيقه يسير في اتجاه تامين الوضع الاقتصادي ككل وزياده قدرتنا الانتاجيه وزياده قدرتنا على التصدير وتقليل ما قدر ما كان يتم استيراده، اللي كان عامل ضغوط كبيره على موارد النقد الاجنبي. والاكثر اهميه من كل هذا هو تامين احتياجات المواطن. الحقيقه المواطن من 4 5 سنوات او 6 سنوات الحقيقه كان بيعاني من ارتفاع كبير في الاسعار. يمكن احنا بنشوف ارقام معدلات التضخم في انخفاض مستمر. بس انخفاض معدلات التضخم يا دكتور مش معناه ان الاسعار قلت. لا، ما هو خلينا نقول انه معدل التضخم معناه انه وتيره ارتفاع الاسعار هي اللي بتقل. نعم. وخلينا نشيل لمساله هامه للغايه، انه احنا بقالنا الحقيقه يمكن عامين تقريبا الفايده ايجابيه. يعني ايه الفايده ايجابيه؟ انه القدر زياده الدخول او قدر العائد على الاموال اعلى من ارتفاع الاسعار. يعني احنا فيما سبق الدوله كانت بتزود الدخول، بتزود مرتبات، بتزود اصحاب المعاشات، لكن ارتفاع الاسعار كان اعلى، وبالتالي المواطن كان مستوى معيشه بيقل. الوضع اللي احنا فيه حاليا انه الدخول بتزيد والمعاشات والمرتبات بتزيد،
والاسعار صحيح انها بتزيد، بس بتزيد ب 1% ب 1.5% ب 2%، ده اللي وتيرة. بتواجهها هنا ارقام التضخم. وبالتالي ده معناه انه القدره الشرائيه للمواطن بتتحسن. فهو ده اللي احنا بنتحدث عنه، انه دخول الدوله في عدد من المشروعات لرفع نسب الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع اللي بيحتاجها المواطن، هو ده اللي الحقيقه ادى لمزيد من الانخفاض في معدل التضخم، وبالتالي وتيره ارتفاع الاسعار انخفضت بشده. مش كده وبس، لكن احنا كمان قدرتنا على زياده صادراتنا بدات تتسع. احنا بنشوف القطاع الزراعه، بنشوف الموالح، بنشوف الحقيقه عدد كبير من السلع الزراعيه الحقيقه اصبحت بتحتل مكانه مهمه على المستوى الدولي في الصادرات. ده الحقيقه ما كانش ممكن يجي الا ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي. هنقول نقاط الحقيقه كتير، انه برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي حظر الكثير من عوامل الانتاج، وده ما كانش ممكن يتم الا بفعل هذا القدر من المشروعات القوميه اللي هي الدوله اخترقتها بمنتهى الجرأه والقوه. وتاني نقول الدوله كانت ملزمه مجبره انها تعمل ده، طالما انه حتى الان رجال الاعمال الحقيقه غير قادره على الدخول بقوه في مجال الاستثمار. هي دي نقطة جدلية جدا يا دكتور، ولكن أخيرا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. عدم قدرة القطاع الخاص الدخول، أو طبعا وجود الدولة في معظم وأهم القطاعات الاستثمارية وغيرها.